ومن البقاع المقدسه ينضم الينا رئيس البعثه الصحيه للحجيج التونسيين الدكتور شكري حموده. دكتور مرحبا بك. اذا يستعد حجاج بيت الله الحرام للوقوف غدا بصعيد عرفه لاداء الركن الاعظم من الحج. لو تعطينا دكتور بعض المعطيات عن الحاله الصحيه للحجاج التونسيين والاجراءات الوقائيه التي اتخذتها البعثه الصحيه لتسهيل عمليه التصعيد نحو عرفه. بارك الله فيك. مرحبا بمستمعي الوطنية. احنا انطلقنا في الشغل متاعنا يوم 21 شهر جوان الى اليوم 7 جويلية الثامنة صباحا. قمنا ب 2333 عيادة صحية، اعتنينا ب 134 حاج تونسي، خاصة من الحجيج اللي كانوا متقلقين في الفترة الأولى من مرض الكوفيد، وتوا حاليا الأمور كلها مستقرة وليس لدينا حالات بالتعريفة المعتمدة في طب الحشود في المملكة العربية السعودية، حيث أن أغلب المرضى ليست لهم ارتفاع في درجة الحرارة، وهذا مؤشر على أن الشحنة الفيروسية غير مرتفعة بالمرة. وحولنا للمستشفيات 54 حالة من أمراض غير السارية، سكري، ارتفاع ضغط الدم، أمراض قلب وشرايين أخرى، وإلا إرهاق، وإلا ضربة شمس. والحق نومنا مريضة واحدة استفادت من عملية قسطرة، وحاليا ليس لدينا مرضى في المستشفيات. نعم، هل دكتور لو تسمح فقط، هل تم تصعيد كل الحجيج إلى صعيد عرفة؟ إلى حد الآن عندنا حاجة ننتظر فيها هي وبنتها، وتلحق في الساعات القادمة من مكة المكرمة إن شاء الله، على خاطر هي ما تنجمش تطلع في الحافلة، وإحنا نطلعوها المشعر عرفة بسيارة إسعاف متاع المملكة العربية السعودية، لأنهم هما السيارات الوحيدة اللي عندها تأشيرة دخول المشعر عرفة. نعم رئيس البعثة الصحية للحجيج التونسيين الدكتور شكري حمودة، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا إن شاء الله لكل الحجاج.